كانت تحلم بأن تنشر الأزياء اليمنية حول العالم، ودخلت مجال التمثيل في رمضان 2020. عانت من العنصرية بسبب لون بشرتها، ولكنها لم تتوقف عن مطاردة الحلم قبل أن تجد نفسها حبيسة زنزانة انفرادية وتتعرض لجلسات تعذيب مروعة. إنها عرضت الأزياء اليمنية انتصار الحمادي. تشغل قضية انتصار الحمادي الرأي العام العربي، حيث لا زالت تقبع في سجون الحوثي منذ اعتقالها في شهر فبراير العام الماضي. فمن هي انتصار الحمادي وما هي تفاصيل قضيتها؟ انتصار هي عارضة أزياء وممثلة مولودة لأب يمني وأم إثيوبية من مواليد 25 يناير من عام 2001. بدأت العمل كعارضة أزياء في عام 2017، ودخلت مجال التمثيل في شهر رمضان من عام 2020 في مسلسلين يمنيين، وهما سد الغريب وغربة البن. وصرحت في لقاءات تلفزيونية سابقة أنها عانت من العنصرية في المجال الفني بسبب لون بشرتها. وفي شهر فبراير من عام 2021 وقعت عملية اختطاف انتصار الحمادي مع ثلاث صديقات لها على أيدي مسلحين حوثيين من أحد شوارع العاصمة صنعاء، وتم اقتيادهن إلى مبنى التحقيقات الجنائية، إذ احتجزت انتصار 10 أيام من دون اتصال بالعالم الخارجي. وبعد أسابيع من اختفائها، اعترفت ميليشيا الحوثي باعتقال انتصار ورفيقاتها، موجهة لهن تهما ملفقة تتعلق بالشرف، وهو ما نفته الحمادي، في حين أكدت مصادر حقوقية يمنية أن الاعتقال جاء بعدما رفضت محاولات حوثية لتجنيدها في أعمال تجسسية واستغلالها في الإيقاع بعدد من خصوم الجماعة. وفي مارس 2021 نقلتها ميليشيا الحوثي إلى السجن المركزي في صنعاء، وعوملت صورها كعارضة كتصرف فاحش، واعتبرت تمارس الدعارة في نظر ميليشيا الحوثي. وفي 24 مايو 2021 سمحت ميليشيا الحوثي لمجموعة من 13 شخصاً بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي بلقاء الحمادي في السجن 40 دقيقة تقريباً. ونقلت Human Rights Watch عن انتصار قولها إن الحوثيين اشترطوا لإطلاق سراحها العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت. وبعد 4 أشهر من الاحتجاز التعسفي، تم تحويل قضية الحمادي إلى محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وتم اتهامها بارتكاب فعل مخل بالأداب وحيازة المخدرات. وأكدت مصادر أن هذا الأمر دفع الحمادي إلى محاولة الانتحار بعد نقلها إلى قسم السجينات بتهم الدعارة بعد تدهور حالتها النفسية والجسدية. ووفقا لما أكده محاميها في تصريحات لأخبار الآن، فقد تعرضت انتصار الحمادي للضرب من قبل سجانة تدعى أم زيد. وبحسب ما قال المحامي، فإن انتصار كانت في حالة نفسية سيئة عندما التقت بوالدتها. كما أكدت مصادر عديدة أن عارضة الأزياء اليمنية تعرضت لجلسات تعذيب مروعة قبل نقلها إلى الحبس الانفرادي. وكانت انتصار هي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من 4 أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية. وقال والدها في تصريح له في فيديو مسجل: ابنتي كانت تقول لي أنا أريد أن أكون من بنات اليمن اللواتي يساهمن في نشر أزياء اليمن وأن أكون مشهورة. ابنتي لا زالت صغيرة ولن تنجح بحياتها بعد الذي حدث لها.